تمام دلوقتي مباراة الأوسوس ضد ذا بار ضد ريكوشي وأليستر بلاك ضد فريق رابع أنا نسيت. المهم يعني المهم الفريق الرابع ده مش هيكسب، ماشي عشان نبقى واضحين، بس اللي هيكسب بإذن الله يا إما ريكوشي وأليستر بلاك، وده كان توقعي في فيديو التوقعات، يا إما الأوسوس هيسترجعوا الألقاب. الماتش إن شاء الله بإذن الله هيكون حلو، الجير بتاعت الأوسوس حلوة، أنا بحب اللون الأبيض عامة. فهنشوف بعد كده ذا بار سيزارو شيمس. هو ده الفريق اللي انا نسيته، ناكامورا وروسي. حد يقول لي ان انا ما بحبش دخلة أليستر بلاك، انا بموت في دخلة أليستر بلاك. الماتش ده حلو جدا بصراحة من الأول، بسم الله ما شاء الله. احسن حاجه مجهول بيشجع سيزارو على السنج اللي بيعمل اداء 30 6 30 هوبا 1 2 كله ليه؟ سيبوهم يكسبوا بال 6 30 مش عارف انطقها. سوبر كيك، سوبر كيك من جيمي اوسو، ماتش كيك من روسي، وهوبا بلاك ماس كينج شاسا. هوبا شيمس برو كيك، لا هوبا اوسو وراك، اوسو وراك يا شيمس، اوسو وراك، هوبا سوبر كيك، لا صدها، هوبا سوبر كيك، سوبر كيك دبل سوبر كيك من الاوسوس، هوبا وو دبل سبلاش 1 2 3 ذا اوسوس يسترجعوا القاب السماك داون تاك تيم تايتلز. يعني الواحد يعني في سنة إحباط إنه ريكوشي وأليستر بلاك ما فازوش بالألقاب، لكن لا يزال ماتش حلو، ماتش حلو جدا بصراحة. أنا بحب ماتشات التاك تيم اللي بتبقى تريبل ثريت أو فيتال فور واي، بتبقى حلوة. الأوسوس فازوا استرجعوا الألقاب، يعني حاجة مش معترضين عليها خالص، وأخيرا خدوا لحظة الراسل مانيا بتاعتهم اللي استحقوها بصراحة في العرض الرئيسي. فده كان ماتش التاج تيم سماك داون تاج تيم تايتلز، وانا خلاص انا مش قادر بجد، انا عايز انام، انا خلاص. فيعني الاوسوس فازوا استرجعوا الالقاب، ده كان ماتش سماك داون تاج تيم تايتلز، كان ماتش حلو جدا. استنوا الماتشات اللي جايه.